قصتنا النهاردة عن أسماء اللي كانت بتشتغل وبتكسب كويس، بتحوش، بتشتري ذهب، تحط الفلوس في البنك عشان تجيب عربية، لحد ما تقدم لها واحد كان باين عليه أنه طيب وبتاع ربنا وابن ناس، قال لها أنه مهندس إلكترونيات عنده فيلا وأرض في المقطم. فرحت، قالت هو ده، هو ده العوض. وباباها قعد معاه وبس، عرض عليه الجواز هو وقال لهم أنه هو مش مرتاح. بابا قال لها أنا مش مرتاح. لما لقى أسماء عايزاه مصممة عليه وافق. بعد الجواز ظهرت الحقيقة، اكتشفت أن جوزها مهندس الإلكترونيات، مع معهد، شغال سواق نصب على ناس في عربية وهربان من بلده في إسماعيلية. وعرفت ده وهي حامل، بدل ما تروح وتقول لأهلها قررت تسكت، خافت لا يشمتوا فيها. قررت أن هي تسنده وتقف جنبه على أمل أن حاله يتصلح. قامت سحبت الفلوس اللي كانت محوشاها عشان تجيب العربيه، اديتها له، بعت له ذهبها، طلب منها بقى ايه بقى؟ تاخد قرض ب 100,000 جنيه، ها؟ وعدها ان هو هيسدده. بعد ما خد كل حاجه فلوسها، تكلها عمل مشكله عشان نوع الجبنه اللي هو بيحبه وهي ما جابتوش. ساب البيت وهرب، اختفى. ودلوقتي اسماء مش عارفه مكانه، بقى لها 6 شهور وهي اللي شايله المسؤوليه، مسؤوليه بنتها، مسؤوليه البيت، مطلوب منها كمان هي تسدد القرض.